بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام جميع الجزائريين والجزائريات العايشين في الجزائر وفي الخارج الجزائر في لون جولي جارين اكاشن دي مورت كوروا بونجور سالو تو لي جونيا انجيان كي في انجيري اي انترانجي. اخوتي الاولى نقدم بأعز التهاني بمناسبة عيد الفطر، نقول لجميع الجزائريين سواء في الداخل ولا في الخارج نقول لكم عيدكم مبارك يا خوتي. ان شاء الله العقوبه للعيد الفطر يعني العيد الاكبر ان شاء الله، والعقوبه العام الجاي ان شاء الله. الاولى نهضر على باسكو عندي مده ما درت دي فيديو، وصح واحد الاخ يعني دارني كومونتير بلي رمضان. صح يا خويا عندك الحق، باسكو دعيا والاخر ما انسان الانسان يقولوا كي تشبع الكرش راه تقول غني. هايدا يا خوتي تما كنا جيعانين ما على بالناش واش كنا نهضروا الى اخره. لكن اليوم نهضر على طروا يعني سوجي، نقول لافير تاع يعني رمضان دي جبعت يعني احد المناطق الجزائريه كلاو رمضان الى اخره. وثانيا على فير شكيب خليل لان كاين ديزانفورماسيون جدد. وثالثا على احد المسؤولين الجزائريين في المخابرات الحاوة، كيف هضرت عليها عندها اشهر جريدة الخبر هضرت عليه، يعني احد المسؤولين في لانفورماسيون يعني اللي يسيروا لا 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 يعني يقولوا للجورناليست واش يكتبوا واش ما يكتبوش ولا الصحفيين الحاوة جابوا الله اعلم واحد جديد. الاولى نقول لافير تاع احد المناطق الجزائريه كلاو رمضان، اسكو غير هاد المنطقه اللي راهم ياكلوا رمضان؟ يقال ماشي يحبوا يسيسوا هاد القضيه، لان راهم يديروا الحكم واش يدير دوك. هادي هي لا لا يعني لا ديفيزيون، يو فيل ديفيزي فريمون لالجيري. صح هادي ماشي نقولوا اجنبي ولا جزائريين بالذات ولا فرنسا حبوا يقسموها. علاش كتبوا هذا الموضوع الا بجريد الشروق الا؟ لكن المنطقة بالذات داروا بينوا جميع الجزائريين، قالوا قبائل مسلمين وأحرار، ليس كما قلت زين عودة ما نهضرش توجور للمام سيجي. نحن شعب الجزائري شعب أمازيغ ومسلم، مسلم ما فيهاش يعني ما فيهاش نقاش، لان 14 قرن الاسلام عايش في الجزائر. كي كانت فرنسا لهاد الناس يقولوا دا نمدلو ما نيكزومبل، كيف كانت تعيطلنا فرنسا كي كانت فرنسا في الجزائر؟ كانوا عيطونا، كانوا عيطونا ديفونسي ميزيلمون، كانوش عيطونا عرب ولا شاوي ولا قبايلي مسلم ولا، يعيطونا دي فرونسي مسلمون. عليه ليزون بريسيزي لا ريليجيون. واليوم جاء احد فرحات مهني، ماشي غير هو، كاين بزاف كاين في الحكم بالذات في الحكم، جاو هاد الناس حبوا يخرجونا هاد القضيه، هاد القضيه يعني نحن ماشي مسلمين يا اخي. ودوك نهضر بالقبائل هاد الناس يسمع يسمع وكوني كني قارن كوني دي مزيغن انا دي مسلمن. اسميت لا فرنسا كسموت لنا، اسميت لا فرنسا بالجزائر امشي خت تلاعين دوك تلاعين انا يعني القبائل لا لا تلاعين دي رومين مع دي مسلمن الجيري فرنسي ميجيرمون يعني نقولي ايجو يعني لا نقد فنقد الوجهة يعني عندنا نروح يعني معناها ديننا دواكي دي الاسلام وسان دويكي اسمي فرنسا سوفرانا تقسيطا دي وقرار حاجة فرنسا لان لا 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 تقسيطا لا تمازيغ او 1938 ثم تقسيطا دي البي بي ا اسمي قلنا البي بي ا الام تي ال دي لا 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 يعني عهد مصابي كرند كرند يركازن مع ناس لافير تمازيغ لكن الحق لنا لان تاكيا الثقافه لنا الحواجيت. لكن الدين
ماشي يعني الديناجي ماشي العرب اللي جيتي كلنا غادي الدين الاسلام ودنو فارن جدودنا كما يقال ودنو فارن جدودنا سنحد سدين الناظر بفاد الجدودنا سدين 14 قرن يقعش الدين الاسلام في الجزائر 14 قرن لما قلت التاريخ الجزائر ونقفان ادي عاود التاريخ يا اخويا هذا شاش دينيا ما دير ما صح لما قلت صح الحمد لله يعني من سموش القبائل ما يتكرم سبانند إلى العباد اللي يقفانا كنا غير فرقا يعني ماشي حاشي قل حكم الآن لا العباد بغانا فرقا لأن قل حكم بالذات قل حكم لا العباد نوجنيا وقذا عرب وقذا شوي وقذا وسعنا لا تقيا وفرقنا خاطر سعنا يوزن صلاحة يوزن صلاحة هذا شو بلاد الكفون الجزائريين بلاد الكفون الجزائريين بلاد عمر جوبنسن جويقيا نوجني متفقا معنا نقول يا قوم دي سيتوايا يعني دي مديازن تموت دي سامبل عشان تناغل وقي ذاي وقي خاطي نكون دي جايريين الجايري جايريين ولحد اي ناس الجاير اي جايريين وقي الديمقراطية الوينات هاتي لي تموت هاتي لي الشعبات دي جيسيدين تمازيغ سلا هالسانسكا وإذا كي كفانا دي فرقن ثمورت إذا كنيا ماشي تا كني قارن وقارن ماشي دي جاري فغانا دي فرقن ثمورت تخويا دي روحنا دي ثمورت النظم وإذا كي تعجبن ما نكوني دي جاريين دي حريين الحمد لله نتناخ في سمازيخ أكمل نو في سمازيخ في ليزاني إنجليزاني 82 وروح حتى نتلات مازيخ ونفان ديفلوبي لا كولتور هادشي اللي خاطر نطور ماشي تسيدي باسكو الجمعية فرنسا كني قارن في الفيزا هذا يا خويا كني قارن العبادة ديال تخدم هكا الدولة إكفان تبوليتيزي الحوايج هاكيا تشري لا بوليتيك الحمد لله كان ديال كازان كتموت القبايل لا لا سنخاطي هاقنا نقولي يعني حبسنتن جيكني ماشي كيخدمن جيكني سي القوان وانا شاد هادي فوق الشعب هنا هذا كان لازم ندير برو يعني الجاهل موحد ديك يد القرن كونيت لا يقا دقيك نوند قرا يسمى اي سما لا يقا دقيك يمشاون نوزني بالذات تنتفق نكون نتسنى لي سامبل كي قلها نتسنى وكي داينا كون يدي جارين ولا دي سون rouge ou aucune prison au monde il y a ni de l'être vivant là il y a ni il y a l'autre couleur du sang on a un coup rouge sang rouge il y a ni le djaïr et le djaïrien le djaïr et le djaïrien c'est moi le djaïr qui est un ouchan il y a ni l'air mouhdine avec ni qaren uni و يا خالتي هداك البلاد يعني القبائل كما قلت انا ندير لا تروديكسيون قلت بلي يعني الثقافة الامازيغية كانت وما زالت تكون ولا ناضوا هاد الناس يعني باش يقول حنايا كنا كدايا هذا كان عنده 14 قرن الاسلام في البلاد 14 قرن باش يجي واحد حبي في السد عجماعة قاع لكن بلاد قبائل فاقوا وراهم في اليوتيوب إلى الحمد لله نحن كما قلت نحن مسلمين احنا مسلمين كانت فرنسا تعيط لنا فرانكو ميزيوم عليه كانوا يبريسيزيو لا 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 الاخر راه حتى يعني كي كانت فرنسا ما كانش الامازيغية اول كريم يعني دايتو فرنسا هو احد يعني في جوهتي بازا قتلوا 22 الف مواطن جزائري مواطن جزائري مجزرة سي تان كريم كونتر ليومانيتي ليومينات اون 1830 بريسيس ودوك هاد الناس خلاو يعني فرنسا لان في الحكم بالذات ولاد فرنسا مازالوا من يومنا هذا ولاد فرنسا
وثانيا نهضر على اخوتي سمحوا لي نهضر بالحماس هكذا، لان عندي مده كما قلت ماشي درت فيديو وما ندافع اي شخص باش نفهموا يا خاوتي. قلنا وما زال نقولوا حنا الجزائريين واحرار والحمد لله، ما نتبعوا لاي شخص لاي انسان احرار. والامازيغ معناتها ما يركعش، يركع غير ربي، والحمد لله الامازيغ نحن رجال احرار وما نركعوا لاي انسان الا لله. وثانيا يا خوتي لا فرق تاع شكيب خليل الا يومنا هذا، قال لك شكيب خليل حاضر لا 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 الاخر يعني حتى محمد بجاوي اللي كان مينيس الى يعني جريده نيشوار بريسيس داروا له انتيروغاتوار، قال لك لا وليد اختي ما عنده اي شيء، يعني وليد خويا ما عنده اي دخل وكذا. ودوكا يا سبحان الله بفمه هو دراك مكتوبه في جريده الخبر لو البارح، قال لك باللي الدراهم ديت هذوك يعني الرشوه مديهم شكيب خليل. يا سبحان الله، وعمو قال لك ما دار والو، كيف ما دار والو؟ جيبوه يتحاسب يا يتحاسب، تحاسبوا غير هذوك الصغار مساكن ها يسرق بورتفاي، ما على بالكمش علاه يسرق بورتفاي. ها الكبار الحوته الكبيره لا لا، لابانان ماشي حوته، الحوته هذه في شدوها، لكن لابانان بزاف يتحموا لها بزاف. اليوم هاد الناس لازم، هذا فريد بجاوي واللي تخد شاكيب خليل اللي عايش في سويسرا في لوغانو بريسيس، لان هاد الجهه هي الله اعلم في الجنوب سويسرا. هاد الانسان قانيت عنده شريكه وهاد الشيء ضيع وشكيت، لان ما حبوش يجيبوا شاكيب خليل، سي ان بلانشيمون دارجون تاعهم، هذا ما كان سي ان بلانشيمون دارجون، لان لي زاكوزاسيون اي معمر عليه في الطليان، معمر عليه ومازال ما جابوش للجزائر يشارعوا. سبحان الله يشارعوا بلاد اجنبيه، يا سبحان الله يقول لك ناسيوناليتي امريكا، سبحان الله يجيبوه طلاين يا وكان يكون ما على باش واش يكون. شوفوا وصرا بيرلسكوني حاسبوه، هذا قانيتي حاسبوه، لان الرشوه في الرشوه. يا سبحان الله ماشي مسلمين ويحاسبوا واحد، وحنا مسلمين من الراشي والمرتشي جهنم بين جوج يتحاسبوا. يا سبحان الله خافوا ربي الحكم، جيبوا هاد الناس يتحاسبوا، يردوا دراهم تاع الشعب الجزائري. لو هاد الناس كي يموت ولا ما ردش الدراهم ما يدفنش في الارض الجزائر، لان ارض الجزائر أرض مليون ونص شهيد، يقولوا هذه مليون ونص شهيد 27 بركة، ماشي 1862، هي أكثر من مليون ونص، لأن بلادنا ضحوا عليها، جرى عليها الدم، يجي واحد خبيث ليسرق الشعب الجزائري، لأن ليسرق الشعب الجزائري، الخدام عبد الله جوناس يدفن في الجزائر، لا لا، أرميوه للحوت، ياكلوا الحوت، لأن ما عندوش شرف. يدفن في الجزائر اي خبيث اي حرقي، ما يدفنش في بلاد الاحرار، لان الجزائر حره حره، ليهم في الحكم ليردوا الشعب هايدا، ليردوا الاحرار هايدا، لكن كاين مازال رجال ورجال واقفين وصح واقفين، وهذيك تاع ارفع راسك يابا، مش ارفع راسك يابا، الانسان الجزائري الحر يرفع من بكري وراسو مرفوع من بكري، 62 منها تخلق الحكم في الجزائر، والشعب راسو مرفوع، راسو مرفوع ونبقاو مرفوعين، وان شاء الله وكون في الوحدة في الجزائر، كيما ورونا بلاد قبائل اللي وحدة في الجزائر، ما كاش هادي هادي هادي، كاع جزائريين، اللي يمس أي شرف جزائري، واللي يمس منطقة من الجزائر، يمس كاع الجزائريين، هادي هي الجزائر. نقولكم يا سي اخوتي السلام عليكم الى بروشين ان شاء الله.